عبد الرحمن الأحمري حكم اللقاء والتوجيهات الأخيرة، وهنا ناصر الصيعري وضبط أيضا حائط الصد بأكثر من 5 لاعبين، 1-2 إلى 6 لاعبين، لا والله 6، موقع مميز. هنا البيشي للتغطية والتسديد يبدو عند الطير، هل يكفخ بجنحانه؟ هل يسجل جنحانه؟ هل يسجل أول أهدافه في هذا اللقاء وخامس أهدافه في هذه البطولة؟ مغربي قادم محترف في الشعلة، التسديدة عند الطير، هدف ترتطم في الحائط الصد أم يصد الحارس، والتسديدة الله جول أول للطير حسن، وجول أول للشاطر حسن، وجول أول للمحترف المغربي حسن الطير، وو 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 وو. هدف في المقص الأيسر لا يلام فيه ناصر، لا 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 لا، لامست العارضة وهدف تقليص، هدف رائع، هدف بشكل مباشر في مرمى نجران، هدف أول للشعلة في هذا اللقاء، تقليص فارق 2-1، ولكن شوف هداف